مش انا اول ما جيت الاسم ده، لا جبتك هنا قلت لك مش عايز لبش في المنطقه، وانك تنسى كل اللي كنت بتعمله قبل كده. وانا عملت ايه يا بيه؟ كنت فين الخميس اللي فات يلا يا بيه؟ هو كل مصيبه تحصل تجيبوني انا؟ هو مفيش غيري في البلد دي ولا ايه؟ رد على السؤال يا روح امك. كنت فين الخميس بالليل؟ الخميس بالليل؟ الخميس؟ اه كنت هنا في الاسم يا بيه. الاسم؟ تفكرني عبيط يلا؟ انت كنت هنا في الاسم؟ ايوه يا بيه، كانت خناقه على فلوس وجينا نعمل محضر. انت جاي تثبت حضور هنا يا ابن الكلب بعد ما سبت عيالك هناك يخلصوا العمليه؟ عمليه ايه يا بيه؟ انا ماليش دعوه، انا كنت هنا في الاسم وده مظبوط في محضر رسمي. ماشي يا ابن الكلب، يبقى خلي المحضر الرسمي ينفعك. هدوء وضبوه رسمي. لا حرام عليك، ما عملتش حاجه ورحمه امي ما عملت حاجه. اه اه